يكاد لا نسمع مصطلح الأمازيغ في أي مكان إلا هو مرتبط به القضية الشائكة ألا وهي قضية الهوية الأمازيغية. فنسمع كثيرا عن الأصوات الأمازيغية التي تطالب بإحياء الثقافة والهوية الأمازيغية وخصوصا المكون الرئيسي لها وهو اللغة الأمازيغية، ولكن على الناحية الأخرى نجد التهميش بل وأحيانا أخرى الأصوات القامعة لتلك الأصوات الأمازيغية بدعوى الحفاظ على وحدة الأوطان أو على وحدة النسيج المجتمعي. وما بين تلك الأصوات يدور الصراع حول قضية الهوية الأمازيغية حتى أصبحت تتصدر المشهد الأمازيغي لكافة الأمازيغ في العالم البالغ تعدادهم حتى الآن بحوالي 50 مليون أمازيغي. فيلا بينا بقى نحكي حكاية هذه الهوية الأمازيغية وصراعها من أجل البقاء والحفاظ على حقوقها بعد ما نحكي أديان ومعتقدات الأمازيغ من أول ظهور البشر أو من أول ظهور الأمازيغ تحديدا حتى الآن. فيلا بينا. عرفنا مع بعض في الحلقة اللي فاتت تاريخ الأمازيغ من أول ظهور البشر حتى الآن، وهنكمل بقى مع بعض في حلقة النهاردة باقي جوانب الحكاية الأمازيغية والمتمثلة في الأساس في الدين والمعتقدات الأمازيغية وكمان في الثقافة والمكون الأهم ليها وهو اللغة الأمازيغية وقضية صراع الهوية اللي أنا قلتها في المقدمة، بحيث في نهاية الحلقتين دول نكون كوننا صورة شبه متكاملة عن كل ما يتعلق بالأمازيغ. بالنسبة للدين والمعتقدات الأمازيغية زي ما احنا متعودين مع بعض هشرحها من أول بداية ظهور الأمازيغ حتى الآن مرورا بكل الأديان الكبرى اللي اعتنقها الأمازيغ عبر تاريخهم واللي ساهموا في انتشارها وإثرائها زي ما هنشوف كمان شوية. عرفنا الحلقة اللي فاتت ان تاريخ الأمازيغ في منطقة شمال أفريقيا بيعود لمئات الآلاف من السنين، واتكلمنا عن أهم حضارتين في فترة ما قبل التاريخ ألا وهما الحضارة الإبيروموروسية والحضارة القبصية اللي قلت ان هما بيعودوا لأكثر من 20,000 سنة. المهم بقى من خلال الحضارتين دول بتظهر أولى الأدلة الأثرية المتعلقة بمعتقدات الأمازيغ في فترة العصور ما قبل التاريخ. والحقيقة قبل ما أبدأ أتكلم عن الأدلة الأثرية ديت حابب أؤكد على أن المعتقدات الدينية للأمازيغ في فترة عصور ما قبل التاريخ كانت مثل باقي شعوب العالم في فترة ما قبل التاريخ، والمعتقدات دي بقى بالتحديد أو بالتفصيل شرحتها في الحلقة السابعة لما اتكلمت عن معتقدات وأديان إنسان ما قبل التاريخ اللي عايز بقى تفاصيل أكتر ليها. المهم إن بالنسبة للأمازيغ فقد كشفت الأدلة الأثرية على تقديسهم للموتى ولأسلافهم، حيث عثر العلماء على العديد من جثث الموتى الموضوعة بشكل جانبي زي ما احنا شايفين كده قدامنا، وكمان وجدوا بعض الصبغات الحمراء على بعض الجثث وكمان بعض الأدوات والأسلحة لاستخدامها في الحياة الأخرى، وده بقى زي ما قلت من شوية أنا شرحت دلالته بالتفصيل في الحلقة السابعة. ولكن بشكل مجمل ممكن نلخص المعتقدات الدينية للأمازيغ في فترة عصور ما قبل التاريخ بملمحين رئيسيين، أولهم هو الإيمان بالحياة الأخرى وثانيهم هو تقديس الموتى أو تقديس الأسلاف. وهنا بقى بالمناسبة آثار تقديس الأسلاف ما زالت موجودة حتى الآن خاصة في دولة المغرب بعد دمجها مع الثقافة الإسلامية، حيث ينتشر بكثرة جدا في المغرب القبور أو أضرحة أولياء الله الصالحين، ده غير أن في الكثير من أسماء القرى والمدن اللي بيطلق عليها سيدي كذا زي سيدي بوزيد وسيدي بوخليف وغيرها من الأماكن، ده غير أن كلمة ولي اللي موجودة في اللغة العربية بيقابلها لفظ مشابه لها وهو لفظ إمرابد في اللغة الأمازيغية اللي بيطلق على المتصوفين في شمال أفريقيا واللي برضو ليه لفظ في اللغة العربية مقابل ليه اسمه مرابط. المهم من الأمثلة اللي أنا بقولها ديت بتوضح ببساطة كيفية امتزاج الثقافة الأصلية مع المعتقدات الدينية. المهم إن بعد انتهاء عصور ما قبل التاريخ وبداية العصور التاريخية في حدود 3000 قبل الميلاد بدأت الشعوب الأمازيغية في عبادة الآلهة المتعددة شأنها شأن باقي شعوب العالم في هذه الفترة من التاريخ. طيب إيه بقى هي الآلهة المتعددة اللي عبدها الأمازيغ في تلك الفترة من العصور أو من بداية العصور التاريخية؟ الحقيقة الأمازيغ عبدوا الكثير من الآلهة المتعددة اللي أولهم وأشهرهم هو الإله الأمازيغي حمون اللي بيعتقد علماء الأديان أنه قريب الصلة بالإله المصري أمون،
والقصة دي بقى وأكتر من كده هبقى أحكي تفاصيلها لما أتكلم على الديانة المصرية في الحلقات الجاية. أما الإلهة الثانية والشهيرة جدا عند الأمازيغ فهي الإلهة تانيت، إلهة الخصوبة الأمازيغية، اللي كانت برضو في نفس الوقت الإلهة القومية لمدينة قرطاج، ودي بقى الإلهة اللي عبدها الفينيقيون عندما وصلوا لبلاد الأمازيغ زي ما شرحت الحلقة اللي فاتت كده، بل وجعلوها زوجة لكبيرهم الإله بعل اللي أنا حكيت بالتفصيل حكايته في الحلقة 13 لما اتكلمت عن الأديان القديمة لشعوب الشرق الأدنى. وبنسبة الإلهة التانيت ديت فقد عبدها أيضا الإغريق اللي سموها أثينا، الاسم اللي جه منه بعد كده اسم المدينة الإغريقية الشهيرة أثينا. وبنسبة الإغريق فإن الأمازيغ قد عبدوا بعض الآلهة الإغريقية زي الإله أطلس وبوسيدون وعندي وغيرهم. والحن فكرة تأثر الشعوب بعبادة آلهة الشعوب الأخرى ديت كانت منتشرة ومقبولة جدا في تلك الفترة من التاريخ، وتقريبا كانت موجودة في كل حضارات العالم القديم، فنادرا ما نجد ديانة تحتوي على مجمع آلهة خاص بها، لأن غالبا زي ما قلت من شوية بنجد آلهة لشعوب أخرى موجودة فيها. ومش بس الآلهة اللي كانت بتنتقل ما بين الشعوب، لقوا كمان بعض العادات الدينية اللي كانت بتنتقل بكل تلقائية بين الشعوب. وبنسبة بقى الأمازيغ فأشهر مثال على ذلك هو المثال اللي ذكره المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوت عن الأمازيغ، إنه من خلال احتكاكهم بالحضارة المصرية قد نقلوا بعض العادات الدينية المصرية، مثل تحريم أكل لحم البقر وتحريم أكل لحم الخنزير اللي هو ما كانش موجود أصلا عند الأمازيغ، لكن دوت زي ما هنعرف بعد كده في حلقات الديانة المصرية كان موجود بشكل واضح جدا في الديانة المصرية، لأن البقرة في الديانة المصرية كانت رمز للإلهة إيزيس أو حتحور، وكان الخنزير رمز للشر أو رمز للإله ست. وهنا بقى بالمناسبة هبقى أسيب في المصادر رابط لكتاب اسمه أحاديث هيرودوت عن الأمازيغ اللي حابب يعرف أكتر عن كلام هيرودوت عن الأمازيغ، لأنه تقريبا هو والمؤرخ العظيم بتاعنا طبعا ابن خلدون هم فقط اللي كتبوا عن الأمازيغ في تلك العصور القديمة. أما بقى آخر الآلهة المتعددة اللي عبدها الأمازيغ فهما إله الشمس وإله القمر، مثلهم مثل معظم الشعوب القديمة التي كانت تقدس الشمس وتقدس القمر. أما بقى آخر مظهر من مظاهر المعتقدات الدينية في فترة العصور التاريخية قبل بداية التاريخ الميلادي لدى الأمازيغ فكانت الأهرامات الأمازيغية. إيه ده؟ هما الأمازيغ بنوا أهرامات؟ نعم، لقد بنى الأمازيغ أهرامات أمازيغية خاصة بهم ومختلفة تماما على الأهرامات اللي احنا عارفينها زي ما احنا شايفين كده قدامنا. وحكاية الأهرامات الأمازيغية دي بقى بدأت زي ما قلت من شوية من إن الأمازيغ كانوا يقدسوا الأسلاف في عصور ما قبل التاريخ، وبالتالي استمرت بقى تقديس الأسلاف حتى العصور التاريخية، ولكن تطورت في شكل مقابر مميزة وخاصة لأسلافهم. وكانت المقابر دي بقى عبارة عن دائرة أو مستطيل يعلوها هرم بارتفاع عالي إلى حد ما زي ما احنا شايفين كده قدامنا. والحقيقة إن الأهرامات دي منتشرة جدا بالعشرات وخصوصا في دولة الجزائر، وزي ما قلت من شوية إن تاريخها بيعود إلى فترة العصور التاريخية قبل بداية التاريخ الميلادي، وبعض المؤرخين كمان أو بعض علماء الآثار بيرجعها إلى عصر بناة الأهرامات. وهنا بقى بالمناسبة كلمة هرم ليها مقابل في اللغة الأمازيغية قريب منها وهو لفظ أغرم. مو بقى إن استمرت عبادة الآلهة المتعددة ديت مسيطرة على كل الشعوب الأمازيغية تقريبا حتى حدود القرن الخامس قبل الميلاد، عندما بدأ اليهود بالتوجه نحو مناطق شمال أفريقيا عن طريق حركة التجارة الرائجة في البحر المتوسط اللي كان في الوقت دوت بيربط ما بين بلاد سوريا وما بين بلاد شمال أفريقيا، وخصوصا بعد تدمير مملكة اليهود اللي هي مملكة يهوذا على يد نبوخذ نصر الثاني وحدوث السبي البابلي اللي أنا حكيته بالتفصيل في حلقة التاريخ اليهودي. المهم بقى أن اليهودية انتشرت ببطء في كامل منطقة شمال أفريقيا واعتنقها الأمازيغ، والحن ما زال حتى الآن العديد منهم معتنق للديانة اليهودية خاصة في دولة المغرب اللي بيعتبر بها أكبر نسبة من اليهود في كل البلاد الأمازيغية في منطقة شمال أفريقيا. بعد كده بقى دخلت الديانة المسيحية وخاصة مع انتشار الإمبراطورية الرومانية وسيطرتها بالكامل على منطقة شمال أفريقيا زي ما حكيت الحلقة اللي فاتت، واعتنقها برضو الأمازيغ، وما زال العديد منهم حتى الآن معتنق للديانة المسيحية.
ويقدر عددهم بحوالي 500 ألف أمازيغي مسيحي. وأخيرا بقى أتى الدين الإسلامي اللي انتشر بقوة زي ما قلت الحلقة اللي فاتت في كامل منطقة شمال أفريقيا واعتنقوا الأمازيغ بل وحملوا لواء نشره سواء بقى في أفريقيا أو في أوروبا. وطبعا أشهر مثال على ذلك هو القائد الأمازيغي المسلم طارق بن زياد اللي نشر الإسلام في أوروبا بعد فتحه الأندلس. بالنسبة بقى لتاريخ الأمازيغ تحت الحكم الإسلامي فده أنا هشرحه بالتفصيل في حلقات التاريخ الإسلامي لأنه الحقيقة موضوع شيق جدا ومليء بالأحداث اللي تقريبا شكلت ملامح بلاد الأمازيغ حتى الآن. المهم أنه حتى الآن يعتنق أغلب الأمازيغ الدين الإسلامي وخاصة المذهب السني. المهم إحنا بكده نكون خلصنا المعتقدات الدينية للأمازيغ سواء بقى في عصور ما قبل التاريخ أو حتى في العصور التاريخية، وكمان حكاية انتشار الأديان الكبرى الثلاثة في كامل مناطق الأمازيغ. نيجي بقى لباقي جوانب الحكاية الأمازيغية ونتكلم عن المكون الأهم للثقافة الأمازيغية وهو اللغة الأمازيغية. بالنسبة بقى للغة الأمازيغية فدي الحقيقة بتعتبر واحدة من أقدم اللغات اللي بتنتمي لمجموعة اللغات الأفرو آسيوية، ودي الحقيقة مش لهجة واحدة بل عدة لهجات. بيعتقد علماء اللغة ان هما بيتفقوا جميعا في قواعد اللغة زي النحو والصرف ولكن بيختلفوا في طريقة النطق أو في بعض المفردات. أما بقى بالنسبة لطريقة كتابة اللغة ديت فبتكتب عن طريق أبجدية مشهورة قلت عليها الحلقة اللي فاتت بتسمى بأبجدية التيفيناغ اللي احنا شايفينها قدامنا دي، ودي برضو بتعتبر واحدة من أقدم أبجديات العالم واللي حتى الآن في خلاف حول قدمها وحول أصلها، ولكن أغلب الظن زي ما قلت الحلقة اللي فاتت إنها ظهرت حوالي 1200 قبل الميلاد وتم تطويرها على أيدي الأمازيغ أنفسهم. وهنا بالمناسبة بيعود الفضل في الحفاظ على الأبجدية ديت لقبيلة أمازيغية مشهورة جدا بتسمى بقبيلة الطوارق لأنهم حتى الآن ما زالوا يستخدموا الأبجدية ديت في تدوين اللغة الأمازيغية على عكس طبعا باقي القبائل اللي امتزغت بالثقافات الأخرى وخصوصا الثقافة واللغة العربية اللي بدأوا يكتبوا بيها تراثهم وتاريخهم. وهنا بقى بالمناسبة حابب أقول معلومة مهمة جدا وسعيدة جدا للأمازيغ وهي إنه من سنة 2001 أصدر الملك المغربي محمد السادس قرار بإنشاء ما يسمى بالمعهد الملكي الأمازيغي، وده ببساطة شديدة كان لإحياء التراث الأمازيغي وخاصة الهوية الأمازيغية، وده الحقيقة كانت خطوة رائعة جدا لأنه منذ هذا التاريخ بدأت الكتب والأبحاث تظهر عن الأمازيغ بحين لم يكن أحد يهتم بهم سابقا ولا بثقافتهم العريقة. طيب كده احنا اتكلمنا عن المعتقدات الدينية الأمازيغية واتكلمنا عن اللغة الأمازيغية وعن أبجدياتها اللي هي أبجدية التيفيناغ. نيجي بقى لآخر موضوع في حلقتنا والموضوع المهم وهو قضية صراع الهوية الأمازيغية. قبل بقى ما أقول أي كلمة لازم مبدئيا كده نحدد المفاهيم ونعرف إيه هو أصلا المقصود بالثقافة أو الهوية الأمازيغية الأصلية. الثقافة الأمازيغية بتعني بكل بساطة شديدة هي مجموعة العادات والتقاليد الأمازيغية المتعلقة بكل نواحي الحياة، وكمان المكون الأهم ليها وهو اللغة الأمازيغية اللي مجموعهم مع بعض بيشكل هوية وثقافة الفرد أو المجتمع الأمازيغي. طيب إيه برضو المشكلة؟ المشكلة بكل بساطة إن الشعب الأمازيغي يريد الحفاظ على هويته وثقافته الأمازيغية وخصوصا على اللغة الأمازيغية اللي دلوقتي تعتبر ثابت في اللغات الأخرى أو اختفت مع ظهور اللغات الأخرى وخصوصا اللغة العربية اللي بتعتبر دلوقتي مسيطرة على أغلب مناطق شمال أفريقيا بحكم انتشار الدين الإسلامي. وهنا بقى لازم نقف شوية كده ونفسر الأمور. مبدئيا الدين الإسلامي مميز جدا لأنه في الحقيقة بيشكل في حد ذاته دين وهوية وثقافة في نفس الوقت، وأيضا قادر على الذوبان في أي نسيج مجتمعي حتى لو ما كانش عربي زي كده المجتمعات الإسلامية اللي موجودة في جنوب شرق آسيا اللي بيحدث امتزاج فيها ما بين ثقافتهم الأصلية وما بين الثقافة الإسلامية. طيب ليه الموضوع ده بقى مشكلة في الأمازيغ؟ الحقيقة مشكلة الأمازيغ كما يدعي أصحابها ليست مع الدين الإسلامي بالتحديد ولكن مع القومية العربية السياسية أو لنقل مع الثقافة العربية وتحديدا اللغة العربية اللي بانتشارها في كامل مناطق شمال أفريقيا تعمل حتى لو بدون قصد على زوبان أو بشكل أدق زوال الثقافة وتحديدا اللغة الأمازيغية في كامل مناطق شمال أفريقيا. وبالتالي كملخص لقضية صراع الهوية الأمازيغية ديت فبيوجد الآن على الساحة ثلاثة أصوات أو ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو الرأي المتطرف أو المتعصب لقضية النزعة الانفصالية بالهوية الأمازيغية اللي بيقول بكل بساطة إن لابد من التخلص من كل الثقافات الأخرى وخصوصا الثقافة العربية والاحتفاظ فقط على الثقافة الأمازيغية
وتحديداً على اللغة الأمازيغية، بحيث تكون هي الثقافة الموحدة لكامل الأمازيغ في كل البلدان. أما بقى الرأي الثاني والمناهض للرأي الأول، فبيقول بكل صراحة إن هذه الحركة اللي احنا قلنا عليها من شوية ما هي إلا حركة انفصالية ستؤدي إلى حدوث انشقاقات في المجتمعات الأمازيغية التي بحكم التاريخ وبحكم الواقع مجتمعات ذات غالبية عربية، وبالتالي لابد من قمع هذه الأصوات الانفصالية للحفاظ على وحدة الأوطان وعلى وحدة النسيج الأمازيغي. أما بقى الرأي الثالث، فهو الرأي اللي بيحاول يوفق ما بين الصوتين دول، وهو الرأي الذي يدعو إلى إحياء الثقافة الأمازيغية ولكن بعيدا عن النزعة الانفصالية للحفاظ على وحدة الأوطان الأمازيغية، زي ما شفنا كده من شوية مع قرار الملك المغربي محمد السادس بإنشاء المعهد الملكي الأمازيغي. وده الحقيقة الرأي اللي بيتصدر أغلب الأصوات اللي بتتكلم في قضية الهوية الأمازيغية. ده كده باختصار ملخص للآراء الثلاثة التي تتصدر مشهد قضية صراع الهوية الأمازيغية. اللي أنا بقى عايز أقوله هنا وأكد عليه إنه مفيش حد له الحق إنه يفصل في الموضوع دوت غير الأمازيغ، لأنه شأن أمازيغي خاص. ولكن إحقاقا للحق، على الأقل في رأيي، إن لابد من احترام رغبة الأمازيغ في الحفاظ على ثقافتهم وعلى هويتهم، وأن نفصل بين الثقافة والهوية الشخصية للفرد وما بين معتقده. فأنا في رأيي على الأقل لا أرى أي مانع من أن يكون الشخص أمازيغي الثقافة، معتنق للإسلام أو للمسيحية أو حتى لأي ديانة، لأن حرية اختيار الثقافة أو الهوية للمجتمع وحرية اختيار المعتقد للفرد بيعتبروا على الأقل زي ما قلت في رأيي هما أهم الحقوق المجتمعية والشخصية لأي فرد. كده نكون خلصنا حكاية الأمازيغ اللي اتكلمنا فيها عن تاريخ الأمازيغ وعن المعتقدات الأمازيغية من بداية ظهورهم حتى الآن. هنكمل بقى الحلقة الجاية باقي مناطق، ثاني منطقة من مناطقنا الخمسة الكبرى اللي هي منطقة شمال أفريقيا، وهنبدأ أولى حلقات الحضارة المصرية العظيمة. فاستنوني بقى الحلقة الجاية.